صحة شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث نقياس. التقطيع والتريش، وما أدراكم التقطيع والتريش اللي لو كان جا فيه جائزة عالمية كما جائزة نوبل راهو كل عام ما ياخذ المرتبة الأولى كان تونسي وإلا تونسية. والشيء هذا لا علم ولا قراية، أما منظرهم التوانسة رضعينه في الحليب ومصبوب حتى في حليب الحكر. وشكون اللي ما يقطعش ويريش في بلادي؟ وفيما تمشي تلقى كان اللي يذبح ويسلخ في خلق ربي، في الإدارات، في القاوي، في الديار، في الحكومة، في المعارضة، يا ولدي حتى في الجامعة أكثر شيء تلقى شكون يقطع ويريش. وفي صميم الموضوع هذايا الشيق والممتع تجي حكايتنا لليلة على التقطيع والتريش ومشتقاته. خلينا يا سيدي نتفرجوا مع بعضنا شنو هي الحكاية ونرجعوا من بعد ونكملوا حديثنا. تعرف أنا مش نقول فيها هو الكاس تعب وفار، مش نمشي نحكي معاهنا مولا العمارة على هالجارة الجديدة اللي جابها. وليش هيك تسكن فوق منها؟ هي شكون غيرها تراه؟ تعرفها انا اسمها ولا ما نعرفه، صدقني المراه هذه تجيب الشبهات. تعرف حاجه، والله عندك حق يا اخي، بلي فهمني ما تحكيش معك حتى انت، حتى كي نقعد معها في الاسانسير حتى السلام عليكم ديما كتحس هذه خلا بعضها ودواش نحكيتها انا يظهرلي عامله قول عمال الحكاية فيها رجال. والله كيما نقول لك، تعرفش كيفاش انا عسيت علي جمعة كاملة يجيها بالوقت لحداش نتاع الليل كل نهار، ويروح بعد الماضي ساعة. استغفر الله العظيم، استغفر الله. تعرف حاجة ما تعرفني انا مش تقطيع وتريش، بحدي خاف، اما الناس اللي كيفها يستاهلوا. علاش هكاك الصغيرات تخلي فيهم هكا للحديث؟ ربي يستر لنا ولادنا. وكا هيك عندها راجل يلمها ولا راجل؟ حتى انت قديك شيء معرسه لحيده، وراجلها شنو البرة يخدم ويلم في الفلوس، عامل فيها مولا الدار مشهوني. انت مو تعرفني على نيتي وخطيني، والله عمري ما دخلت في حد ولا حاجه. حسيلو هيك النهار على انت مش ياخذ الخبز يا اخي، كنت ولدها الكبير عرفتو هيك هو، حتى صغاره ما تلهيتش بيهم لتو ولا اساسي. حسيلو عاد لديتو قلت له يا تحفوني يا مزيان، مين باباتك؟ قال لي باباتي مسافر يخدم من برا، تعرف حمم لي قلبي. حسيتو ضايع فيها الطفل. يا ناري تعرف لازمنا نمو بيح من الناس الكل نمشيو نشكو بيها المديرة عمارة. مالا احنا ناس هاي، ناس نظاف، فاميليا اللي يقول لك نوليو نعطيه بصبوب في الاخر على خاطرها. ربي يسترنا وبرا. هيا وين وصلتوا؟ وين وصلنا؟ اقعد نحكي لك. ان شاء الله خير. شوف عزيزتي ما فيها وين، نلمو بعيضاتنا ونمشيو نحكيو مع مولا العمارة. كسرت عليها راهو جلتنا جديدة ما عادش مازال موجود حديث، وليت لازمها شكاية. اش فما؟ اش صار؟ اخي بابي يقول لي تسكن معنا في العمارة ولا؟ هي نسكن معك. مالي بات بطلش مش بيبك. لا ما بطلش علينا احنا يا وحيدة كينا ما نعرفوش. بشو الجارة جديدة عاملة فيها وحدها في العالم، راجل داخل راجل خارج، خرار مرة وبالليل يجيو. الحكاية ولدت فيها شغف. اي والله حبيب بعقلكم يا اخي، ولا تجننتوا داخلين في المرأة هكاكة فركة وضحطب مسكينة خطيها. خطيها انتي اللي خطيها عزيزتي يا اخي، لما تمش تقعد هكا نيه وما تفهمها شيء. فيق واقف العباد على حقيقتهم. هيك المرأة اللي تقول على خطيها كي رجلها في الخارج وعندها راجل ديف في الخارج عليها قبل ليالي، واللي فاتك اغرب الحس والقلبية في كل ليلة. بلي سامحوني، شكون قال لكم اللي راجلها مسافر؟ مالا مصدر موثوق، انا سألت ولدها وهو قال لي. تقول لي ولدها يكذب؟ يلا غلطين. على خاطر جارتنا رجلها توفى في اكسيدون.
اكسيدون. ايه اكسيدون. هو ومرته وامها جماعه كانوا في العمره، هو مشى باش يجيبهم في ثنيه وهما مروحين، عملوا اكسيدون، مات راجلها وامها على بلاصها، وبوها ملعب عجوبه اما مسكين ابقى معاق، لا نجم لا يتحرك لا يمشي. وسي السيد اللي دخل عليها عقبات الليلي هذاك اخوها يعاون فيها على خاطر ما تقدرش على بوها وحدها، يغسلوله وبدلوله مع بعضها، وهي خبيت على صغارها خفت عليهم الصدمة، وكي يكبروا واللي يعقلوا هي تبطل معاش تقولهم بوكم في سفر، تقولهم الحقيقة. حرام عليكم لسانات في فهمكم ولا سكيك تجرح، لطف يا ربي. أي سيدي، المرأة هذه طلع خطيها من الحديث اللي قطعوا ريشوا به جيرانها. المرأة طلعت إنسانة تعاني، رجلها وأمها توفى وخلاولها زوز صغار وبو معاق بعد حادث مرور، والناس طايحة في لحمتها تاكل وتززر، ولا قلب يرحم ولا نفس تتفهم وتعذر. المشكلة إن التقطيع والتريش برشا قاعدين نعملوا فيه وإحنا مش واعيين بالضبط خطورة العادة السيئة هذه، وكل واحد وغنيته وكل مرأة وعلتها في بلية التقطيع والتريش. ثم شكون لنهار كامل يتكلم بالعباد غاير منهم وإلا حاسدهم وإلا متغشش منهم وغايضوا حالهم، وثم شكون يقطع ويريش ماخذة في الخاطر وفي صحاب اللمة، يلقاهم يقطعوا ويريشوا يمشي معاهم ويتمادى في حكاياتهم وزيد الماء زيد دقيق كالعادة. والمشكل كنا ننساو في النهاية اللي التقطيع والتريش آفة تاكل الحسنات وتفسد الأخلاق وتقطع العلاقات بين الناس وتفسد المجالس وتاكل الأخضر واليابس. وهو لو كان جاء الإنسان يفكر شوية راهو بدأ بالحق باش يخدم باش ينحي حكاية التقطيع والتريش اللي نهار آخر تنحيله من حسناته وتعطيهم للي حكى عليه. والإنسان قبل ما يتلها بغيره شنو عمل وما عملش وشنو قال وما قالش، ماذا بيه تلها بروحه وشنو اللي نقصها مع خالقها، ويتذكر اللي ثم آخرة وفيها حساب وعقاب وإيش يسلكها، وربي يرحمنا وقتها إن شاء الله. واليوم إن شاء الله ربي يتوب علينا من حكاية التقطيع والتريش، وإن شاء الله الشعب الكريم يخف على بعضه شوية، وهو له مسلم في شيء حتى الميتين لليوم ما زال حقهم الطش، بكلام أقوى من رش، وربي يهدي من خلق. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.